الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أخبار كتير عن الفنانين كانت حديث السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، واللي كان أبرزها شيرين طبعاً، وكمان آخر تصريحات فاتن موسى عن الفنان مصطفى فهمي، وغيرهم من الأخبار اللي هنعرفها مع بعض في نشرتنا الفنية على موقع صدى البلد. شيرين كانت حديث الناس الأيام اللي فاتت، وكتير تسألوا عن هوية الشخص اللي ظهر معاها في أول صورة وهي حلقة رأسها، وصدمت زوجة المنتج يوسف دندش صاحب الصورة مع شيرين عبد الوهاب الجمهور بعد ما نشرت الصورة على حسابها وهجمت فيها جوزها وقالت كل اللي بعتولي على الخاص الصورة وكل اللي سألوني حتى إيه ده للأسف زوجي وقريبا إن شاء الله طليقي، وزي ما انتوا شايفين حفلات وقاعد مع شيرين ولا بيهتم بولاده ولا فارق معاه مصلحتهم، وأنا عايزة أولادي وخربت الدنيا عليهم. أما مساء أمس فتوفي الفنان محمد عبد الحليم، وده اللي أعلنه منير مكرم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وكتب مكرم الدوام لله وفاة الفنان محمد عبد الحليم. نروح لطريقة الفنان ماجد المهندس، واللي أعلنت عن سرقة شقتها من مرات البواب على حسابها الشخصي على الإنستجرام، ونشرت فيديو وقالت فيه اتقي شر من أحسنت إليه، للأسف تعرضت لحادث سرقة ومرات البواب سرقت ذهبي وفلوسي بالرغم من مساعدتي ليهم وكرمي معاهم. وقالت كمان بفضل وكرم الله الكاميرات في البيت صورتها والشرطة قبضت عليها ومعاها الذهب المتبقي لأنها باعت منه، ودلوقتي هي محبوسة على ذمة القضية، وجوزها وناس تانية عايزين تنازل عن البلاغ رأفة طبعا بابنها اللي عمره 8 سنوات. أما عن آخر التطورات بين الإعلامية فاتن موسى وطليقها الفنان مصطفى فهمي، فمحامية الإعلامية فاتن موسى هجمت محامية الفنان مصطفى فهمي في بيان جديد على حسابها الشخصي على الإنستجرام، وكتبت نقرر لإخواننا المصريين وأصحاب القضاء العادل بعدم معقولية أي حديث تقدمت به الأستاذة سناء على السوشيال ميديا للنيل من موكلة الإعلامية فاتن موسى. وقالت كمان نحذر ونطلب من الأستاذة سناء أن تلتزم بالقانون وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدم التشهير والسب والقصف في حق موكلتي، وإلا سنتخذ إجراءات قانونية أخرى نحو ذلك التشهير. وأخيرا الفنانة منة فضالي نزلت على حسابها على الفيسبوك إنها في مستشفى الحياة للعيون، وعلقت دعواتكم لأمي داخلة تعمل عملية للمرة الثالثة، ربنا يشفيها لي ويقومها بألف سلامة. وإلى هنا انتهت نشرتنا الفنية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.